حافل أسد لا تلعب، أوكي؟ من وابل الانتقادات إلى عظيم الامتداحات، نجم منتخبنا الوطني أيمن حسين يسطر اسمه في صفوف ألمع المهاجمين بتسجيله 40 هدفاً خلال مشاركته في الموسم الحالي لحد اللحظة، وبوصوله للمركز السادس في ترتيب هدافي المنتخب العراقي عبر التاريخ، معادلا المدرب الحالي ونجم منتخبنا السابق عماد محمد ب27 هدفا، نجم القوة الجوية أو كما يحلو ذكره أبو طبر. عاش مواسم صعبة وتجارب شاقة خلال مسيرته قبل أن ينفض الغبار عن قدراته ويعود ليصبح أحد أبرز نجوم منتخبنا الوطني وجزء من انتعاشة الكرة العراقية في الأيام الحالية الذي يراهن عليه العراقيون رفقة زملائه بالوصول الثاني تاريخياً للعراق نحو كأس العالم. وصيف هدافي القارة الأكبر في العالم أعاد تألقه مع أسود الرافدين والقوة الجوية خلال الاستحقاقات الأخيرة، فتح نافذة احترافه من جديد بعد نهاية الموسم الحالي وسط عروض مقدمة من عدة دوريات خارجية. وأنت، ما هو النادي الذي تفضل أن يمثله أيمن حسين الموسم المقبل؟